يعني انت طلع لي شاليه ثلاث اوض بجنين تو بيبص على فيو سمك من البلكونه مش البحر، تطلعه ب 150 في اليوم. بسم الله ما شاء الله. لا ما خسرش خسرين. يلا بيع بيع. انت قلت لي سيب الشوك، دير نفسك انت ومدير نفسك، اللي بتمسكه في شهر تمسكه في ساعتين. اقل من ساعتين. يا عم الله يرزقك بيع. بقول لك انت مش كنت عايز تشتغل؟ اه. يا عربيه القهوه لسه موجوده؟ تنزل تستلم دلوقتي؟ إيه؟ انا جاي من القاهره وسايب شغل عشان عربيه قهوه. انت متخلف، تاخد عربيه قهوه عند نورس جيت مول جنب فيستا مارينا في قلب العالمين الجديد. ما تصغرنيش مع العمر ثواني يا ابويا. ماشي. انت دلوقتي هيبقى قدامك ستاربكس هناك الناحيه الثانيه. طب انا مالي واقف هنا بعربيه قهوه اليومين دول؟ يومين مقاطعه هتضربوا في بعض، هتبقى مقاطع وفي نفس الوقت بتحارب المنتج اللي هناك. ثواني يا بابا. طب لا لا الناس طب دي ما بتهزرش. ماشي قول له تمام. سامي بالله عليك ما تكسفني مع الناس دي، الثواني بتاع هيتهب فيس اي تي ام متحرك. طب شوف لي حاجه ثانيه. طب معلش انت مش عايز السريع، انا كنت عايز اديك السريع. عايز تشقى؟ انا عايز البطيء. اه تعالى نقعد بقى، عايزين اصلا نصايه كده بس اتسلى. ايه رايك؟ ما شاء الله صرح. عارف بطوط وميكي؟ هتخليني مسؤول عن الماركتنج هنا للاطفال؟ ما انا مش عايز اشيلك المسؤوليه كامله. عندي افتتاح هنا كمان اسبوع محل. امسك الامن؟ لا مش امن. ايه؟ ما لا ايه، خليك تتعامل مع البشر، مش عايز ادوش دماغك. اه. هوقفك يوم الافتتاح واجيب جنبك منفخ والبسك راس ميكي او بطوط حسب الشخصيه اللي انت بتحبها، وتقف تهزر مع الاطفال وانت منفوخ كده وتقعد تعمل كده مع القهوه. جاي من القاهره عشان اقف البس ميكي وبطوط. يا عم مش هلبسك ميكي، انت ميكي هتبقى انت ميكي، محدش عارف ان انت اللي ورا ميكي. وبعدين دي مصلحه يا اسطى، صاحبك يا اسطى. ساعتين زمن همسكك فلوس. انت عايز تشقى؟ يا اسطى شكرا.